اهلا وبناتنا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم مدرسه اونلاين. هنتكلم النهارده عن موضوع ضمن موضوعات شهر ابريل، وهو المعادن ومصادر الطاقه في وطننا العربي. ايه هي المعادن اللي وهبها ربنا لينا في وطننا العربي، وازاي بنستغلها الاستغلال الامثل؟ هو ده موضوعنا النهارده. وازاي بيمتلك الوطن العربي مصادر طاقه مش موجوده في كل بلدان العالم قد ما موجوده في الوطن العربي؟ هو ده برضو موضوعنا النهارده. وهنشوف قد ايه المعادن ومصادر الطاقة أثرت على رفاهية سكان الوطن العربي. تعالوا نبدأ مع أهم المعادن اللي موجودة في الوطن العربي. لو جينا بصينا على الخريطة الذهنية اللي قدامنا على الشاشة، هنلاقي إن الوطن العربي وهبه ربنا مجموعة من المعادن ومصادر الطاقة المختلفة، زي الحديد والنحاس وزي المنجنيز، ودي من أشهر المعادن الموجودة عندنا في وطننا العربي. كمان ربنا وهب ثروة معدنية تمثلت في الصخور الاقتصادية زي الفوسفات والكبريت والحجر الجيري. كلمة صخور اقتصادية يعني صخور لها أهمية اقتصادية، يعني بتدخل في التصنيع وليها أهمية اقتصادية بتعود بالنفع على الوطن العربي. يبقى المعادن في الوطن العربي بتتمثل أو بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو المعادن زي الحديد زي الفوسفات زي المنجنيز زي النحاس، وعندي كمان صخور اقتصادية زي الفوسفات والكبريت وزي الحجر الجيري. طيب يعني ايه كلمة تعدين؟ عملية استخراج المعادن من باطن الارض لسطح الارض عن طريق المناجم، دي عملية التعدين. علشان انا اقدر استغل الثروة المعدنية اللي موجودة عندي في وطننا العربي، لازم اعمل عملية التعدين اللي هو ايه؟ اللي هو ببحث واعمل عملية تنقيب عن المعدن او عن الصخر الاقتصادي اللي موجود عندي في وطن العربي. يعني معنى كده ان استخراج المعادن والصخور الاقتصادية من باطن الارض لسطح الارض هو ده المقصود بعملية التعدين. يبقى التعدين هو استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الارض لسطح الارض علشان اقدر استغلها الاستغلال الامثل وتدخل بعد كده في صناعات تحويلية وصناعات استخراجية. يبقى التعدين هو استخراج المعادن من باطن الارض. طب تعالوا نروح لكل معدن موجود عندنا في وطننا العربي، نعرف ايه الدول اللي ممكن استخرج منها المعدن دي وازاي اعمل له عملية تعدين، وايه الصناعة القائمة على هذا المعدن. النقطة دي في غاية الاهمية، ولسه كانت موجودة عندي في سؤال اختر، لان انتوا عارفين ان احنا عندنا 5 اسئلة اختر في ورقة الامتحان الشاملة بتاعتنا، فغالبا ممكن السؤال ده يجي يقولك يدخل خام الحديد في صناعة ويديك اقواس او يحط لك كلمات بين اقواس عشان تعرف وتختار ايه الصناعة القائمة على معدن الحديد، او تعد دولة نقط اكبر دول الوطن العربي استخراجا لخام الحديد على سبيل المثال. يبقى هو ممكن يسألني في نوع الصناعة القائمة على هذا المعدن، ممكن يسألني مين اكتر الدول العربية انتاجا للمعدن ده. تعالوا نفسر اكتر الجدول اللي قدامنا، وده جدول موجود في كتاب المدرسة بتاعنا. بيبدأ بخام الحديد. خام الحديد موجود عندي في موريتانيا والجزائر ومصر والمغرب. اول دولة عربية بتنتج حديد هي موريتانيا، تليها في الترتيب الجزائر ثم مصر ثم المغرب. طيب ايه الصناعة القائمة على الحديد؟ مفيش صناعة في الدنيا مش بتقوم على خام الحديد، زي صناعة الحديد والصلب، السيارات، الالات. علشان كده بنقول ان المعدن الرئيسي للصناعة في العالم كله مش بس الوطن العربي هو الحديد. علشان انا لو عايز اعمل منسوجات حاجة، هو هجيب قطن وهجيب كتان وهجيب طن مثلا، انا هدخل فيها خام الحديد. ازاي؟ الالة اللي هتحول الخيوط لمنسوجات ما هي الالة مصنوعة من الحديد. معنى كده ان خام الحديد هو الخام الوحيد اللي بيدخل في جميع الصناعات العالمية مش بس العربية. يبقى الخام الاشهر والاكثر انتشارا في الوطن العربي وكمان اكثر استخداما في الصناعة هو خام الحديد. يبقى الحديد عندي موجود في موريتانيا، موجود في الجزائر، موجود في مصر، موجود في المغرب، بيدخل في صناعة الحديد والصلب اللي هو حديد التسليح، بيدخل في صناعة الالات وكمان صناعة السيارات. تعالوا نروح للمعدن اللي بعده، هو معدن المنجنيز. المنجنيز اشهر الدول العربية انتاجا ليه هي المغرب وتليها مصر ثم الجزائر. بيدخل في صناعة الصلب ومواد الطلاء. مواد الطلاء دي اللي هي الدهانات يا ولاد، دايما بنقول ان خام المنجنيز بيدخل في صناعة مواد الطلاء، واللي بيحول الحديد لصلب هو المنجنيز. عشان كده واحد بيقولي هو الصلب ده احنا مش خدناه في الحديد، بس عشان يتحول الحديد ده لصلب لازم ازود له نسبة من المنجنيز شوية علشان يحول الحديد لصلب. عشان كده بقول ان المنجنيز بيدخل في صناعة الصلب وكمان مواد الطلاء.
تعالوا نشوف المعدن اللي بعده. المعدن اللي بعده هو معدن النحاس. النحاس موجود في المغرب، موجود في عمان، موجود في الجزائر، بيدخل في صناعة أسلاك الكهرباء والتليفون. كلنا عندنا أسلاك وكلنا بنشوف فيها خيط رفيع لونه أصفر ذهبي كده، هو ده النحاس، عشان كده بنقول بيدخل في صناعة الأدوات الكهربائية وكمان الأسلاك. عندي كمان الرصاص والزنك، ودي المعادن المشهورة جدا في الوطن العربي، موجودة في المغرب، موجودة في تونس، موجودة في الجزائر. بعمل ايه بالرصاص والزنك؟ بعمل منه البطاريات، بعمل منه السبائك، بعمل منه أسلاك الكهرباء. يبقى الرصاص والزنك موجود في المغرب، موجود في تونس، موجود في الجزائر، بعمل منه أو بيدخل في صناعة البطاريات، السبائك، وكمان أسلاك الكهرباء. زي ما قلت لكم الجدول ده في غاية الأهمية، لأن ممكن يجينا بشكل كبير جدا في سؤال اختر يدخل أو الخام الرئيسي لصناعة البطاريات ويديك خامات، يحط لك حديد، يحط لك منجنيز، يحط لك رصاص وزنك، يحط لك فوسفات على سبيل المثال. يبقى أنا لازم أعرف الرصاص والزنك هو اللي بيدخل في صناعة البطاريات والسبائك وهكذا. يبقى ناخد بالنا قوي، لأن احنا زي ما قلنا امتحاناتنا اختر، فلازم نبقى عارفين ايه الاختيار الصحيح اللي احنا هنقوم باختياره. تعالوا نروح للجزئية اللي بعد كده. الجزئية اللي بعد كده بتتكلم عن الصخور الاقتصادية. زي ما قلت لكم الصخور الاقتصادية يعني صخور لها أهمية اقتصادية، زي الفوسفات بيدخل في صناعة الأسمدة ودبغ الجلود وكمان الطوب الحراري والمبيدات الحشرية. من أهم الدول العربية إنتاجا ليه هي المغرب، تونس، الأردن، سوريا ومصر. يبقى من الصخور اللي ليها أهمية اقتصادية الفوسفات، لأنه بيدخل في صناعات تانية زي الأسمدة، زي دبغ الجلود، زي الطوب الحراري، زي كمان الأسمدة. يبقى المبيدات الحشرية والأسمدة والطوب الحراري ودبغ الجلود، كل دي صناعات بتقوم على خام الفوسفات. برضو من الصخور الاقتصادية المهمة في الوطن العربي هو الكبريت. الكبريت من الصخر الاقتصادي الموجود في الوطن العربي، بيدخل بشكل كبير جدا في الصناعات الكيماوية. يبقى الكبريت بيدخل في صناعات كيماوية. الكبريت ممكن ألاقيه في دول عربية زي مين؟ هلاقيه في العراق، هلاقيه في الجزائر، هلاقيه في سوريا. يبقى الكبريت موجود عندي في العراق، في الجزائر، في سوريا، بيدخل في صناعة المواد الكيماوية. ده بالنسبة للصخور الاقتصادية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن المعادن، شفنا الحديد، شفنا المنجنيز، شفنا النحاس، شفنا كمان الرصاص والزنك اللي بيدخل في صناعة البطاريات والسبائك، شفنا الصخور الاقتصادية زي الفوسفات وزي الكبريت. تاني جزء من الدرس بتاعنا النهاردة بيتكلم عن مصادر الطاقة. يعني ايه كلمة مصدر للطاقة؟ مصدر للطاقة هو المصدر اللي بيدخل في إدارة الآلات والمصانع، وسواء السيارات، الطائرات، يعني الحاجة اللي بتحرك كل حاجة حوالين مننا. مصادر الطاقة بتنقسم لنوعين، وانتوا أخدتوها زمان وانتوا صغيرين: مصادر طاقة متجددة ومصادر طاقة غير متجددة. دي مش هنكررها السنة دي، لأن المفروض المعلومة عندكم سابقة، ولكن احنا هنكررها بشكل فيه أفضلية. يعني هنشوف مصادر الطاقة المتجددة وهنشوف مصادر الطاقة الغير متجددة، وهنعرف مميزات وعيوب كل واحدة منهم، وكمان هنعرف احنا ليه بنفضل استخدام مصادر الطاقة المتجددة عن مصادر الطاقة الغير متجددة. لو بدأنا بالشكل اللي قدامنا ده، برضو موجود في كتاب المدرسة بتاعنا، هو نسب مصادر الطاقة اللي موجودة في الوطن العربي. لو جينا بصينا كده هنلاقي ان البترول هو النسبة الأكبر اللي باللون الأزرق. البترول ده أكتر مصادر الطاقة انتشارا في الوطن العربي. يليه اللون الفاتح اللي هو البينك، ده هو الغاز الطبيعي، ثم الطاقة الكهرومائية، ثم طاقة الفحم. اللون الأزرق ده هو البترول، البينك أو الفاتح ده هو الغاز الطبيعي، بعد كده الفحم، وبعد كده الطاقة الكهرومائية. الفحم هو أقل مصادر الطاقة استخداما في الوطن العربي وانتشارا في الوطن العربي. طيب احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن كل دول. هنتكلم عن أهمية مصادر الطاقة. أنا ليه بستغل مصادر الطاقة؟ ليه بدور على أني أنقب عن البترول، وأني أنقب عن الغاز الطبيعي، وأني أشوف الفحم موجود فين، وأني أدور على مصادر طاقة متجددة زي الطاقة الكهرومائية وطاقة الشمس وطاقة الرياح؟ لأن الطاقة هي أساس التقدم والرفاهية. من غيرها لا هيكون في تقدم ولا رفاهية، ومش ممكن أبدا نستغنى عنها. هديكم مثال بسيط جدا. في بيوتنا لما النور بيقطع إيه اللي بيحصل؟ الحياة بتتشل. ممكن نستحمل ساعة اتنين، لكن لو اكتر من كده هتلاقينا بدأنا نتضايق. طب تعالوا نشوف لو احنا قطعنا البترول عن العالم كله ايه اللي ممكن يحصل؟ ايضا هيحصل شلل في العالم، لانه مفيش حاجة ما بتتحركش من غير البترول. السيارات بتتحرك بالبترول، الطائرات، سفن الفضاء، بلاش ده كله، المصانع، كل دي بتتحرك بالبترول ومصادر الطاقة.
يبقى مصادر الطاقة هي أساس الرفاهية اللي بيعيشها سكان الأرض وشعوب العالم كله، ومن غيرها هيصاب العالم بالشلل. عشان كده بنقول إن مصادر الطاقة لها أهمية، لأنها أساس الرفاهية والرخاء في عالمنا دلوقتي، من غيرها مش هنقدر فعلا نعيش. طيب تعالوا نروح لأول مصدر وأهمهم في الوطن العربي وبيشتهر بيه الدول العربية وخاصة السعودية، هو البترول. البترول ليه أهمية كبيرة جدا في الوطن العربي. اول حاجه بيدير المصانع ووسائل النقل المختلفه، مفيش عربيه دلوقتي، نسب كبيره جدا من العربيات اتحولت لغاز طبيعي، وفي نسب قليله جدا من العربيات بتشتغل دلوقتي بالكهرباء، لكن النسب الاكبر فيه وسائل النقل بالبترول. كمان البترول بنستخدم منه مشتقات زي الغاز وزي البنزين، وكمان ممكن استخدم المشتقات الباقيه بتاعته في صناعه الالياف الصناعيه اللي هو البوليستر. كمان هو مصدر دخل رئيسي لكتير من دول عربية زي دول الخليج العربي، دي دول اعتمدت في اقتصادها في المقام الاول على البترول، فعشان كده بتعيش تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا. يبقى البترول اقدر استخدمه في ادارة المصانع، اقدر استخدمه في وسائل النقل، بستخدم مشتقاته زي الغاز وزي السولار وزي الالياف الصناعية، كمان مصدر اساسي للرفاهية في كتير من الدول العربية زي دول الخليج العربي. البترول موجود فين في الوطن العربي؟ موجود في حقل الغوار في السعودية. المفروض ان انا ابقى عارفة اماكن الحقول دي مش على الخريطة، لان احنا مش هيجي لنا سؤال على الخريطة، لكن موجودة بالنسبة لنا في اختيارات. يوجد حقل الغوار في دولة السعودية، الكويت، الامارات، مصر. يبقى انا لازم اعرف ان الغوار في السعودية، يبقى لازم اعرف مادام انا مش هيجي لي السؤال على الخريطة، مش هيجي لي مهارة التوزيع ولا مهارة الاستخراج ولا التحديد، فبالتالي لازم ابقى عارفة كل حقل من دول موجود فين. يبقى حقل الغوار موجود عندي بدولة السعودية، عندي حقل تاني اسمه حقل زيكوم، ده موجود عندي في الامارات، عوالي في البحرين، كركوك في العراق، امال في ليبيا، حاسي مسعود في الجزائر، مرجان وراس غارب في مصر. يبقى من حقول البترول المشهورة جدا في مصر عندي حقل مرجان وعندي راس غارب، والاتنين موجودين على ساحل البحر الاحمر، حاسي مسعود في الجزائر، امال في ليبيا، كركوك في العراق، كمان عندي عوالي في البحرين، زكوم في الامارات، والغوار في السعودية. زي ما قلت لكم ان النقطة دي مهمة جدا علشان سؤال اختر. يبقى دي اهم حقول البترول الموجودة عندي في الوطن العربي. اكبر الدول العربية على فكرة انتاجا للبترول هي دولة السعودية، مش بس الدول العربية على فكرة، هي في العالم اكبر الدول انتاجا للبترول في العالم هي دولة السعودية. وعلشان البترول مهم جدا وبيطلع منه مشتقات زي الغاز الطبيعي، فبدأنا نلتفت لطاقة تانية اسمها طاقة الغاز الطبيعي. بس الغاز الطبيعي بصراحة ليه مميزات شوية عن البترول، زي انه طاقة نظيفة سهلة النقل والتوزيع، كمان مش بتكلف، مش بتعمل تلوث كبير للبيئة، لا تلوث البيئة بشكل كبير. يبقى العالم دلوقتي بيتجه لاستخراج او استخدام الغاز الطبيعي لانه طاقة نظيفة لا تلوث البيئة، سهلة النقل والتوزيع. الدول العربية اللي عندها غاز طبيعي هي السعودية، الجزائر، مصر، وقطر. دي من أهم الدول العربية اللي بتنتج غاز طبيعي، وده شكل حقل للغاز الطبيعي بيطلع في الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنستنتج أول ما يطلع الغاز انه بيشتعل بسرعة، لأنه طبعا عارفين انه غاز، يعني مش زي البترول سائل، لا ده غاز. فأول ما بيكتشفوا بنلاقي ان الشعلة دي على طول بتضاء. طيب هنروح لمعدن تاني او مصدر من مصادر الطاقة تانية هو مهم برضو جدا، هو طاقة الفحم. اهم الدول المنتجة للفحم عندي المغرب وعندي مصر وعندي الجزائر. بس تعالوا كده نفكر، هو انا لو عندي امكانية استخدام الغاز الطبيعي واستخدام الفحم هتجه لايه؟ يعني لو انا عندي فحم وعندي غاز ممكن اروح لاستخدام ايه؟ اكيد كلنا هنروح للغاز الطبيعي لو انا عندي المصدرين للطاقة. ليه هروح للغاز الطبيعي؟ لانه الطاقه نظيفه لا تلوث البيئه، سهله النقل والتوزيع، رخيص الثمن. يبقى هنا في افضليه للغاز الطبيعي عن الفحم. الفحم زي ما انتم عارفين هو اصلا بيلوث البيئه، لكن تعرفوا ان احنا بنستخدم الفحم في صناعات كثيره، ودي معلومه اسرائيليه، خلوا دايما عندكم معلومات كثيره وثريه. الفحم بيدخل في صناعه بعض الادويه، تخيلوا، بعض العطور. الفحم كمان بيستخدم في صناعة توليد الطاقة الكهربائية في نوع من أنواع الكهرباء اسمها الكهرباء الحرارية، بيجي من احتراق الفحم. فمعنى كده أنه الفحم ليه استخدامات، مش هو الفحم اللي كنا بنشوفه زمان في السفن فبيطلع تلوث وبيبهدل الدنيا.
هو موجود وممكن الناس تستخدمه كمصدر من مصادر الطاقة، لكن الفحم في الوطن العربي بيستغل في الدخول في بعض الصناعات زي ما قلت لكم كده، صناعة الأدوية، صناعة العطور، بالإضافة لأنه بيستخدم في توليد الطاقة الكهرباء الحرارية. ده بالنسبة للفحم. يبقى احنا الفحم شفنا بيعمل ايه. طيب واحد يقول لي بقى احنا شفنا الطاقة الغير متجددة، شفنا البترول وشفنا الغاز وشفنا الفحم، طيب مفيش أمل إن الدول العربية تبدأ تتجه لاستخدام الطاقة المتجددة باعتبارها طاقة نظيفة لا تلوث البيئة، كمان الطاقة دي رخيصة الثمن لو أنا هستخدمها على المدى البعيد. هي مكلفة جدا، يعني لو هجيب مثلا الطاقة الشمسية وهبدأ أعمل طاقة اللي هي بنقول عليها الجزء اللي بيطلع الطاقة الشمسية وبيستخدمه وبعد كده بيخرجه في صورة كهرباء، دي مكلفة جدا لأول مرة، لكن بعد كده لو جينا قارناها هنلاقي إن الموضوع بالنسبة لنا مش بنفس التكلفة اللي بنتكلم فيها البترول والغاز الطبيعي والفحم وأي حاجة بتطلع من باطن الأرض. يبقى الطاقات المتجددة هي الأفضل لأنها طاقة نظيفة لا تلوث البيئة إلى حد كبير، ممكن تستغل بشكل كبير زي الطاقة الشمسية اللي انتوا شايفينها دي. بالمناسبة يا ولاد، في مشروع طاقة شمسية في مصر في بنبان في أسوان، دي من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في الوطن العربي، وبيستغل الشمس اللي موجودة عندنا في توليد هذه الطاقة. ده شكل الطاقة الشمسية أو المولدات اللي بتستخدم في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. كمان عندي طاقة الرياح اللي فيكم بيروح ناحية البحر الأحمر، على ساحل البحر الأحمر كله في طواحين الهواء اللي انتوا شايفينها دي، طواحين الهواء دي بتستغل في توليد الطاقة الكهربائية من الرياح. أول ما المراوح دي بتبدأ تشتغل في تحت تروس في الأرض متثبتة عليها المراوح دي، فبتبدأ التروس دي تشتغل وتلف بسرعة كبيرة جدا، فالنتيجة هي توليد الطاقة الكهربائية. كمان عندنا طاقة السدود اللي بتيجي من ورا السدود والخزانات، وهي الطاقة الكهرومائية. الطاقة الكهرومائية دي من أشهر الطاقات الموجودة عندنا في الوطن العربي وبالتحديد في مصر، لأن مصر عندها سد كبير اسمه السد العالي. السد ده بيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. قبل ما ننشئ السد العالي سنة 1971 وافتتاحه، كانت الفكرة عندنا إن احنا عندنا قرى كبيرة جدا يا ولاد في الصعيد محرومة من الإنارة، لكن بمجرد ما بقى عندنا السد العالي بدأ عندنا يكون في إنارة في كل القرى والنجوع والكفور بنسبة كبيرة جدا، بدأت تتولد طاقة كهربائية تستخدم في إدارة المصانع بشكل كبير جدا في صعيد مصر. يعني معنى كده إن الدول العربية زي مصر وزي السودان والعراق اللي عندها أنهار تقدر تستغل الأنهار دي في إقامة سدود، السدود دي تعمل تنمية اجتماعية واقتصادية للدولة. تقدر تعمل ده لان السدود بتولد طاقه كهرومائيه بتستخدم في اداره المصانع. يبقى احنا كده شفنا الطاقه المتجدده، شفنا الطاقه الشمسيه، شفنا الطاقه الرياح، شفنا الطاقه الكهرومائيه، وكلهم طاقات نظيفه لا تلوث البيئه، بالاضافه ان احنا شفنا الطاقه الغير متجدده زي البترول وزي الغاز الطبيعي وزي الفحم، وده كان بالنسبه لمصادر الطاقه. تعرفنا كمان في حلقتنا النهاردة على أهم المعادن والسخور الاقتصادية، شفنا الحديد، شفنا المنجنيز، شفنا الرصاص والزنك، وشفنا النحاس، وشفنا السخور الاقتصادية زي الفوسفات وزي الكبريت. مش هننسى نحل تدريبات كتابنا كتاب المدرسة ونحله ونرفعه على برنامج مدرسة على الهواء ابتدائي وإعدادي، وهشوفه بنفسي وهصححه، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية. إلى اللقاء.